بيت صباح الفل يا دولة. ايه ده؟ رصيت التماثيل كلها الطلبيه كلها؟ ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. الملك بتاعي؟ بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال 15 يا دوله. ده بقى رصيت الورق بتاع البردي ده، ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه دوله، علقت على ورق البردي وعلقت على الشاي كمان يا دوله. حلو حلو كده، يبقى انت خلصت كل اللي مطلوب منك، روح حضر لنا فطار بقى. لا يا دوله، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبه جبنه نستو ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دوله حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي. بالقشر بالقشر. كلتهم بالقشر؟ يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دوله، انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وانا حاله من النشاط الغريب. متغيبه او من النشاط؟ الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دوله. اقم. هلو. اي وان دي. دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل نماضه. وات يو ونت سير؟ اي وانت دي. رمزي اديله بتاعت نفرتيتي دي 20 باوندز. يعني ب 50 جنيه ان شاء الله. بيتك 20 باوندز. 20 باوندز. ثانك يو. شكرا. نظفها واديها له يا رمزي. حصل يا دوله من بدري، اتفضل. واتس ذيس؟ وات هابند سير؟ ده الكتريستي. الكتريستي كهرباء؟ ده كهرباء. انا عايز فلوس، عايز فلوس. ماشي ماشي بالراحه، اتفضل ادي فلوسك. كهربت ايه يا رمز؟ عملت ايه؟ خرب بيتك يا راجل. الراجل ده وانا دوله باين عليه ملبوس، ده ليه ماما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب، وريني ايه ده. هو يا دوله ما بيتكهربش. دول ايه اللي بيتكهرب فيه؟ اه ما بيتكهربش ولا حاجه. ماشي، هو ملوش نصيب فيه بقى، روح وديه. يالا ايه دوله؟ في ايه دوله؟ انت كمان؟ انا كهربت، انا كمان التمثال بيكهرب. يالا يا عم ما بيتكهربش. اهو يا دوله، اهو 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 اهو، مفيش حاجه. اهو يا دوله. اه صح، ما بيتكهربش. ماشي خلاص، روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دول؟ انت اللي بتكهرب يالا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عادل؟ معقوله؟ معقوله رمزي بيكهرب؟ اه يا ماما بيكهرب، كل ما المسه اتكهرب. غير بقى ان اي حد من الزباين يدخل عندنا البازار يجي يتكلم معاه يلمسه وياخد حاجه منه من البضاعه يكهرب على طول. ده غير بقى كمان ان كل تصرفاته اتغيرت. قصدك ايه يا عادل؟ يعني رمزي ده سلوكه كلها اتغيرت؟ ايوه برافو عليك يا حماتي، هي سلوكه، كل سلوكه دخلت في بعض. في تفسير علمي بيقول ان الشحنات الكهروستاتيكيه ساعات بتزيد عند بعض الناس. ايوه برافو عليك يا نجلاء، هي فعلا كهروستاتيكيه، تحس ان استيكا دخلت على مخه ومسحته كله. على العموم رمزي طول عمره كده دماغه قافله. يا ريتها قافله يا ماما، ما كانش حصل مشكله. المشكله بقى ان عنده كهربا بزياده مستمره طول الوقت. طب يا عادل، ما دام عنده الكهربيشن في الليجن ده زايد شويه عنده، يعني طب ما تشد السلك دوت ولا تشوف كوبسه فين وتخلعه. معقولة يا حمادي؟ في بني آدم بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي بكوبس؟ لأ، احنا مفروض ندور على المفتاح العمومي ونفصله. طب هقولك بقى فكرة تانية، مادام في بني آدم عنده كهربا زايدة جدا في جسمه، انت المفروض تفضيها له. افضيها له ازاي؟ افضيها له في ازايز ولا مثلا اخليه يشحن موبايلات يعني؟ ما تسمعش كلام حماتك دي، ست عمالة تخرف. الكلام اللي بتقوله ده كلام تخريف، طول ما هي قاعدة عمالة تعمل أحمر وأبيض وأصفر وحاجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا أختي، مش لازم أكون ماسكة فلاية وعمالة أشيل البيبة اللي في شعري. بس بقى خالص، بس اسكت انت. ده وقت خناق، ده وقت خناق ماما حماتي. وبعدين وانا في مشكلتكم دلوقتي ولا في مشكله البازار اللي هيتخرب زياده؟ ما هو مخروب بسبب رمزي ده. طب اقول لك ايه، ما تعرضوا على واحد متخصص في الكهرباء، كهربائي يعني. اه والله يا ماما دي ممكن تبقى فكره كويسه، بس ربنا يستر بقى. مين يا بابا؟ ده عمو رمزي يا حبيبتي. طب ما تشوف وترد عليه. لا ايوه 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 ايوه، عمو رمزي دلوقتي متكهرب، اي حد هيرد عليه في الموبايل هيتكهرب. ما تخافش يا لا رمزي، انا طلعت نمره الدكتور من الدليل وكلمته وزمانه على وصول، ان شاء الله يظبط لك ضغطك العالي ده. لو سمحت يا دوله كنت ارجع مكان، ارجع مكانك، انا ناقص كهرباء. ارجع. ماشي يا دوله. بقول لك يا دوله، هو انا كده هون ان شاء الله يعني ممكن انور زي نور الشريف؟ طبعا وزي عمر الشريف كمان. كفايه بس يا رمزي انك انت تمشي في الشارع الناس ما تبقاش قرفانه منك، بالعكس ده هيقولوا لك بقى ايه، منور يا رمزي. اهلا وسهلا حضرتك الدكتور. انت الاستاذ عادل؟ عادل سعيد. ايوه يا فندم انا عادل سعيد، اهلا وسهلا. عادل 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 ولا سعيد؟ انا عادل سعيد ان حضرتك شرفتنا دكتور. انا الدكتور سليمان كفرية.
أستاذ الرعاية الكهربائية الشاملة، ماجستير في أفلات الضغط العالي والشرارة. يا أهلا وسهلا يا دكتور، حضرتك نورت. أنا أصلي قلبت الدنيا يعني على عنوان حضرتك عشان أجيلك العيادة صراحة يعني. لا ما فيش تعب ولا حاجة، أنا كمان أصلي ما عنديش عيادة. أنا لو أعرف عنوان المستشفى اللي حضرتك بتعالج فيها الناس كنت جيت لك يعني. أنا ما بشتغلش في مستشفيات، أنا عندي محل. محل؟ حضرتك بتعالج الناس تكاوي ولا ايه؟ شوف انا ما بتكسفش، انا بروح اشوف العطل بنفسي. العطل هو اللي عندنا برضو حضرتك يعتبر عطل يعني. طيب فين بقى، فين المشكله؟ المشكله اللي قاعد هناك ده حضرتك. يا استاذ انت فهمني غلط، انا ما بعالجش بني ادمين، انا كهربائي. كهربائي؟ امال ايه حكايه الدكتور اللي مكتوبه دي حضرتك يعني؟ ده لقب انا اخدته وانا بشتغل في مستشفى الامراض العقليه المجانين، وانا بكهربه. حضرتك يعني وانت بتكهربهم يعني خدت لقب اللي هو دكتور؟ ده حاجه كويسه قوي حضرتك. هو اللي عندنا مجنون برضو اللي اسمه رمزي الاهمال، ده يعتبر مجنون حضرتك ومحتاج علاج، بس هو بصراحه يعني هو اللي بيكهرب الناس حضرتك. بيكهرب الناس؟ ازاي هو اللي بيكهرب؟ حضرتك يعني تقدر تعالجه يعني معانا؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك. ماشي. تقلقش يالا رمزي، هنعالجك يالا. عايز اقول لك على حاجه. ارجع. ده هربان من المستشفى باين، بتاعت المجانين. اسكت هو بيعالجك. اسكت. ماشي. افتح بقك. ايه ده يا دكتور ده؟ افتح بقك. تحت لسانك. ايه يا دكتور خيش خير؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ ده كهربته عالية قوي. كهربته عالية؟ دولة عالية ايه دولة؟ انا بخاف من الحاجات العالية قوي يا دولة والنبي. دي حاجة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ طب نقدر نعمل ايه؟ اوديه السد العالي مثلا؟ على فكرة انا ممكن وانا نايم بالليل اعمل قفلة فولع في البازار كله. الولد ده عنده حق، ممكن يولع في الدنيا، يشعل الدنيا. لازم نفرغ الشحنة اللي في دماغه. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الولد ده ممكن تستفيد منه، تشغله. اشغله ايه حضرتك؟ ده حمار. مش فاهمني. انا اقصد تفرغ الشحنه اللي في دماغه. حضرتك دماغه اساسا فاضيه ما فيهاش حاجه. اقصد ده اكتشاف. الولد ده اكتشاف، اختراع عظيم، ممكن يجيب لك فلوس كتيره لو شغلته كمولد. مولد ايه ومرضعه ايه حضرتك بتقول عليها؟ انت مش فاهمني. انت ممكن تخليه يشتغل شاحن لأي حاجة. إيه ده معقولة؟ يعني رمزي ممكن يجيب لي فلوس يكسبني أخيراً؟ متأكد يا دكتور؟ يا سلام يا حبيبي يا رمزي. يا حبيبي يا دولة، يا حبيبي يا دولة. ارحمنا يا دكتور. أنسيتي، أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم المفضل غرائب البني آدمين. معانا مكتشف الحالة أستاذ عادل. أستاذ عادل، يا ترى حضرتك إزاي اكتشفت إني أستاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني أنا صراحة اكتشفت شوية اكتشافات. أول حاجة بالنسبة لأنه هو بني آدم، يعني حضرتك إحنا من هو صغير ما كناش بنتعامل معاه إنه هو بني آدم، لغاية ما كبر شوية ابتدى يظهر له إيدين ورجلين، فقلنا إيه ده، بني آدم ولا إيه؟ فلقينا إنه هو شبه بني آدم يعني. ده أول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الأول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم من الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات يعني.
زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه وبتاع، بيلاقي مايكرويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه؟ انت يا غبي انت استاذ رمزي. استاذ رمزي يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل رمزي. نعم يا دوله. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينيا يا دولا. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولا. حاضر. خلاص يا دولا شحن. شحن. شوف حضرتك بطارياتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو ب 50 جنيه. لف كده غير الزباله. يا دوله يا دوله انت ايه عم انت تفضل قعدتك كده هو يا دوله؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نوف في البازار. دولا انا عطشانه. دولا عطشان. ميه ميه. لا ولا 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 انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها، انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشرب بقى خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. يا دولة على طيبتك يا دولة. يا دولة دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولة، نلو دراعه. كنت تطلب بدل ال 30,000 دولة 5,000. اكتر من بص يا رمزي انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم ماشي، عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولة. بقول لك يا دولة خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشمال. يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دوله. شكرا دول. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناة ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصة. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمرة القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه؟ يجي مكان القرد؟ لا 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 رمزي بقى. لا احنا عايزينه في نمرة تانية خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمرة مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ما انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه خليه يشيل لك 3-4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبة المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصة في الكهرباء على رمزي. الله يا دولة الله يا دولة. رقصت ايه يا استاذ عادل؟
احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس اللي يهمني يا استاذ، لا يهمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5000 جنيه من اصل 30000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامه. الف سلامه. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي، من انهي قناه ده؟ ده من قناه الاطفال. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خدي يا ماما ده انت وسناء. يا حبيبي. خدي يا حمادي ده انت ورانيا. خدي يا نجلاء. وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي؟ معقوله عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعت العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي، رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه اهلا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقوليه ده حماتي. لا انا مش موافق، رمزي ده قريب انا، وانا اللي استحملته الفتره دي كلها. يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا، اللي هيقرب للرمز هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه، بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل القفله بينكم. بس بقى بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف. يعني أنا مثلا هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا روح يا لا طبعا طبعا. انت بكتير هتاخد 2% وانت 1%. خلاص خلاص، انا بقول لكم كده اهو، لان السبب بسيط جدا، ان انا احق واحد فيكم رمزي. وبعدين الفكرة دي انت جبتيها منين يا بنت ياسمين؟ من كتاب الفاسيه. الفاسيه؟ ده الكتاب ده اللي كان في الحمام؟ يلا اللي بعده. استاذ عادل، احنا عايزين رمزي يوم الخميس عشان نورنا فرح في المطريه. فرح في المطريه حضرتك، عربون 1500 جنيه. اتفضل. 1500؟ شكرا. اللي بعده. في ماتش كورة مهم جدا في مركز شباب التبين، وعايزين. معروف طبعا، عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يالا؟ الحالة دولة. في ايه؟ الحالة مش حاسس ان انا فصلت. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. رمزي معلش يا جماعه، تعالوا بكره اما نشحنه باذن الله. يا دكتور كفري، ايه الاخبار؟ مفيش امل ان الواد رمزي ده يرجع يكهرب تاني؟ ما اعتقدش، ده فاصل كهربا خالص. يا نهار ابيض، فاصل كهربا؟ طب مفيش اي حل مثلا نعمل له وصله ارضي، نعمل نغير له سلك، نغير له شرايين؟ ده انا واخد عربين من ناس كتير قوي يا دكتور. مفيش امل، دي حاله نادره خالص، بتحصل بين مليار بني ادم كل مليون سنه، وزي ما بتظهر فجاه بتختفي فجاه. دي مش فجاه، دي فجعه يا دكتور، فجعه. السلام عليكم. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي. يخرب بيتك، هتفضل مقضيها. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني ايه رمزي قاطع شحن؟ لا ده انا دافع
كربون. ايه ده بس يا عم شقلباص؟ بلا شقلباص بلا هباب، بلا شقلباص بلا هباب، ده انا سالبخ المحل ده على دماغكم من فوق. ايوه حضرتك، يعني معلش ده حاجه غصب عننا، هو فصل لكن ان شاء الله هيرجع تاني. يعني حضرتك اصبر عليا. هجوم فلوسنا هتروح. انا استنوا بس يا جماعه، يا جماعه اسمعوني، افهموني بس، الراجل فاصل شحنه هو اساسا واطي، هنوصل له كابل ضغط عالي هيبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بس ايديكم معايا وكله هيبقى تمام. ماشي تعال تعال تعال، يلا معايا هنا، معايا هنا، يلا ارفع 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 ارفع. الحالة دولة، أمي بعتت لي تليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وأنت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة، أنا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي اتغير قلبك أنت، أصلك واخد على النسيان. طب مخصوم لك ست أيام. ليه دولة؟ نفس الوزن على النسيان ست أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها يما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني لما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك. لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايما بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك؟ طب دي حاجه كويسه قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعه يا رمزي؟ يا دوله انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعه. بس على كده هتبقى مشكله كبيره قوي انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعه. اقول لك بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني او سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دوله وانا عندي دماغ بقى اقعد افكر في الجواز والكلام ده وانا الدنيا تلاقي. والله يا صراحه يعني يا رمزي انا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما سيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة يا حبيبي، بقول لك يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل إيه؟ مش هتقدر تمد إيدك عليها طول ما أنا عايش يا عادل يا سعيد. تعلي صوتك عليا يا ده، أنا أقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده أنا ممكن أبلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الأول، لا يا دولة. لا خلاص أنا كنت بهزر يالا يا رمزي. مش مسؤول يا دولة، يالا رمزي بتوع الكلاب مالهم ومالك يا وميس يالا. يا دولة ولا يا دولة يالا بهزر. ولا يا دولة. ايوه يا ام رمزي، دلوقتي رمزي عمال بيكسر في البازار وعمال بيكسر في التماثيل ومتمرمخ في الارض وعمال بيعيط. ايوه يا ستي، رمزي ابنك. هو انت عندك ولاد غير رمزي؟ منتشر في العيله وراثه. ايوه انا عادل. عادل امام هيكلمك ليه يا ستي؟ انا عادل ابن عم رمزي. ماشي يا ام رمزي، مستنيك. مع السلامه. مع السلامه. يعني أنا عايزة أفهم دلوقتي، أنت إيه اللي حشرك في الموضوع ده؟ أصلا موضوع معنوي عائلي، أنت مالك؟ بتتدخل ليه؟ بتدخل ليه إيه؟ يا رانيا رمزي مدمر البازار. أنا مش فاهم إيه اللي عامله ده وكل الدوشة اللي عاملها دي عشان أمها تتجوز. وفيها إيه لما أمه تتجوز؟ ليه يقف قدام سعادتها واستقرارها؟ الله الله الله، إيه حكايتك يا ماما؟ شكلك بتشاور عقلك على العريس ولا إيه؟ وافرض يعني فيها إيه يعني؟
لا انا ما افرضش البلا قبل وقوعه. ده عشم ابليس في الجنه يا عادل، ما تخافش دي كلها اوهام وعمرها ما هتتحقق. يا جماعه انتوا اصلكم مش فاهميني، انا مضطر اجاري رمزي في حكايه الجاموسه دي لانه بجد اعصابه، انا اول مره اشوفه كده، ده كان هيتهجم عليا. طب بابا ما تيجي نشتري الجاموسه دي ونحطها عندنا في البلكونه؟ تصدقي ممكن دي تبقى فكره كويسه جدا، ناخد منها اللبن بقى ونحلبها ونعمل منها جبنه ونعمل منها زبده ونعمل منها قشطه وننافس بقى السوبر ماركت اللي تحت. يا ياسمين يا حبيبتي، الجاموسه مش من الحيوانات اللي تتربى في البيت، يعني هي مختلفه تماما عن الارنب والفرخه والاسد. طب بابا طب اجيب لي اسد. عايزه اسد؟ حاضر يا حبيبتي، اعدي ان شاء الله على المحل بتاع الاسود اجيب لك اسد صغير كده. عايزه اسد لونه ايه؟ اخضر. اخضر وبفيونكه من فوق. عارف يا عادل، الحل الوحيد لمشكلة رمزي انك تخليه نفسن على الجاموسة. معقولة يا رانيا؟ يعني نفسن على الجاموسة ايه؟ اخليها مثلا تاكل البرسيم بتاعه؟ خليك ورايا بس يا عادل، تجيب الجاموسة عندك في البازار وتقعدها وتربيها وتدلعها وتهننها، فالواد رمزي بقى ايه هيغير منها جدا وما هيصدق، هيقوم واخدها كده ومش بعيد قوي يذبحها ويوزع لحمتها. بصي ايه، يعني هو رمزي غبي بس مش لدرجة انه ينفسن على جاموسة. ينفسن على جاموسة؟ الجواز يا ابني حق علينا. ايوه ياما، والحق لازم يرجع لصاحبه. ايوه الحق والحق حبيب الله. حقكم عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه ياما، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي ياما شالتك، يعني ياما كنست لك الدار وياما زغطت لك البط وياما حطيت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. ياما بص اسمعي بقى، انت لو رميت سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله. زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دوله بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص. يعني انت اللي مزعله حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه ياما، بص بقى يعني ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دوله والله العظيم لو مسكت بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط؟ على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيزي التاني. يلا يعني رايك ان احنا ناخد البهيمه سونيا ونحطها مع البهيمه ميمي والبهيمه فيفي في الزريبه بتاعه جليطة؟ اسفا متاسفا يا اما مش موافق، الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي؟ يعني هتفتح عليها الزريبه تلاقيها محضره الشنطه بتاعتها؟ انا عارفه ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين دي، انا هكلمها في الموضوع ده. وجاب لك ايه كمان يا اختي؟ وجاب لي منكاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربى تيوس. ويا اختي جليطه، ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقول لك، اصل هو اتقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه ما فحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزي انت فين يا رمزي، وحشتني يا رمزي. على ايه يا اختي؟ ايه اللي على ايه؟ ده اني احلى واحده في كفر الدبانه. طيب اهم حاجه بس يا ام رمزي، عملتوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ اني شيعت اجيبها في عربيه نص نقل، وجليطه اصرصر انه ما ياخدش مني ولا مليم في النقليه دي. يا سلام. طب بعد ما تجيبوها بقى بالعربيه النص نقل، يعني هتحطوها فين دي؟ ما انت عارف بقى، اهو رمزي لما قلنا له يروح يقعد جنب الجاموسه ما رضيش، وقال لا انا اقعد جنب اكل عيشي لحسن حد ياكله ويلقطه مني. حطوها في بير السلم. حطها في بير السلم؟ وبالمره تحرس لنا العماره بدل الكلب. جرى ايه يا راجل انت اتلهطت في مخك ولا ايه؟ هو في جاموسه بتحرس عماره؟ يا سلام، هي دي اللي وقفت في زورك يعني؟ طب ما كانت من شويه هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط البط. دي حاجه تانيه خالص. المهم ان رمزي يقنعها ان هي تسيب الزريب، وجليطه اشترت علي يعني يا الجاموسه. <تصفيق
يا دولا. يا دولا، انا في اسعد ملحوظات حياتي. الزباله اللي انت عاملها دي طبعا في اسعد ملحوظات حياتك. امك عندنا في البيت وامك التانيه هنا في المخزن. انت عارف يا دولا انا بحب شغلي دي عشان هي احن عليا من امي. خرب بيتك، انت بتاكل برسيم؟ يلا بتاكل برسيم. بس بس بس. Please, we want to buy. What's this? This is akao, ya sidi, akao. Oh, we want to buy this. No, no, this is my father. Father, eh? Your father, eh? You can buy another thing. You can buy another thing. We have statues, we have tabla, we have donkey, anything. No, 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 thanks. Goodbye. Goodbye يا سيدي. Goodbye. راحتك. يلا يلا يا اهبل، كان زمانها دلوقتي هتاخد الجنسيه وبعد كده تنقلها لك. يلا. لا يا دولا لا، الجنسيه دي انا ما اخدهاش حتى ولو بملالين الفلوس دي، امي التانيه. حاضر ياما، حاضر. يا وحنين انت، حنين. السلام عليكم استاذ عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم زهر؟ اتفضل تشرب ايه؟ حض الله حض الله، انا لا هاكل ولا هشرب، انا بيتي اتخرب يا استاذ عادل. بيتك اتخرب ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا معلم زهر؟ حصل لا يتحكي ولا يتقري. الجاموسه بتاعتكم مين؟ رمزي؟ رمزي جاموسه، واجمس جاموسه في العالم. كان جرر الجاموسه زميلته ودخل على كشك الورده، فجاه جلت الورد كله يا استاذ عادل، ما فضلش غير دي والفازه دي يا استاذ عادل، الفازه دي. طيب معلش يعني ان شاء الله ما تقلقش. ايه ايه يا معلم زهره؟ ايه صوتك؟ صوتك ازعج الجاموس السونيا. مالك؟ وبعدين ما انا قعدت اقول لك لم الورد لم الورد. ايه لم الورد لم الورد؟ ايه عم خليل بتاع الورد؟ انت خدت الجاموسه طلعتها بره ولا ايه ده رمزي؟ ايوه دولا، مسليه كانت متضايقه فقلت اخرجها بقى شويه. خرجها بقى، خرجها شويه، خرجها شويه. بقول لك يخرجها شويه. قال لي ايه يا استاذ عادل؟ الجاموسه ملهاش غير زريبتها. استاذ عادل انا اتخرب بيتي يا استاذ عادل، ما فضلش غير الورده دي والزهريه دي. يا عم انت اصلك بتبالغ، ما هو فضل برضه القميص مليان ورده اهو ما شاء الله. كويس انها ما شافتوش يعني. وبعدين اللي اتخرب يتصلح ان شاء الله. يعني محصول الورد اللي هي كلته ده يعمل له كام يعني يا معلم زهره؟ يعمل له كام؟ ايوه ليك بقى ولا للزبون؟ وعايز بقى السعر الاصلي ولا التقليد؟ انت داخل يا عم تعمل صفقه يا عم؟ اي سعر؟ الورد بكام يا عم؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ايه انا رايح اشتري الحديقه الدوليه بكام يا عم الورد؟ خلص. 500 جنيه. 500 جنيه؟ من 100,000 ل 500 جنيه. خد ادي 20 جنيه اهو يا عم. 20 جنيه؟ طب خد الفازة دي هدية مني ليك، على فكرة ده متعتقة بقالها 50 سنة، هي هتكبر هتبقى صفصافة إن شاء الله. منكم لله، منكم لله مفتريين، ومنك أنت عشان إله الورد اللي كلته الجاموسة شوكها يقف في زورها. أي أي خد يا معلم زهر، إله أنت شوكك يقف في زورك، بيمشي بالجاموسة دول. خد تعال. إيه غلطان وبتتكلم؟ واخد الجاموسه اتفسحها؟ وديت الجاموسه فين يا دولا بقى؟ اصل هي اول مره تنزل مصر يعني، فقلت بقى افسحها يعني تاخد نفسها. تفسحها منك لله يا رمز. وديتها فين بقى يا سيد؟ النهارده الصبح دولا طلعنا على جنينه الحيوانات، بس مش عارفه دولا كان الاسد عمال يبص لها كده بصات غريبه كده اهو. امال طبعا لازم يبص لها، كان عايز ياكلها اهبل. انا شكيت في كده برضك يا دولا، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصوا لك انت بصات غريبه. ايه ده؟ انت ايش عرفك يا دولا؟ انا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجرر جاموسه، وهي طبعا الجاموسه كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دولا، هو انا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمز، يعني انت خدت الجاموسه وديتها جنينه الحيوانات وبعدين وديتها الهرم وبعدين جبتها على هنا، المسافه دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دولا ما يصحش يعني، انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باص مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك الدولة يا ابني؟ انا عارف كل حاجه يا ابني. ولا رمزي إيه؟ الجاموسه دي لو ما مشيتش من هنا النهارده انا هتبعها. هتذبحنا انا ليه دول؟ هتذبحنا انا؟ الجاموسه الثانيه انت هقول الحمار، لو ما مشيش هتذبحه، الجاموسه لو ما مشيتش هتذبحها. لا دول لا، ده انت تذبحنا انا احسن. لا انت مالكم عايزين ايه من سونيا؟ خلاص مالكم كلكم عايزين من ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
فكرة، أم رمزي أكبر مني بخمس سنين. يعني إيه؟ حضرتك توصلي إن حياتك عايز تتجوزي يا طنط ولا إيه؟ تيتا إنعام بتقولي إن هي عمرها ما هتفكر في الجواز. بس يا بنت والله أنا لو واحد اتقدم لي اسمه جليات ولا جليتا ده أنا شخصيا أسيبه بس علشان اسمه. حوش حوش يا مجيدة، حوش العرسان عمال يتحدفوا عليكي يا أختي لدرجة إنك بترفضيهم عشان أساميهم مش عاجباكي. شتب يو شتب. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على مامي كده. بت 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 ايد الهون، انتي مش انتي اللي تقولي اتكلم واقول ايه والمقولش ايه. انتي يا بنتي انتي بطلي تحطي نارك من نار اختي يا بنتي بطلي. الله، وهي غلطت في ايه؟ وهي مجيده لقت حد يتجوزها وما اتجوزتش؟ ها ها ها، انتي بس عشان متغظانه جدا مني علشان انا احلى واصغر منك بمراحل يا حبيبتي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، الله ما يصحش كده. ياسمين انتي اللي مقعدك هنا، قومي خشي اوضتك. هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى غلطان. يا بنت قولي خشي اوضتك، خشي اوضتك، يلا اتحركي. احلى واصغر ايه يا مجيده؟ ده انت من يوم ما جوزك قدم استماره سته من الدنيا كلها ومشي بسببك طبعا، الا ما حد عبرك، الا ما راجل بصلك وانت معديه. اديني اماره. اصلي انت بس اللي عندك الزهايمر يا حبيبتي، انت ناسيه المعلم نفخ وجري ورايا وحكي قد ايه. مامي يعني انت زعلانه من جليطة ومش واخده بالك خالص من نفخه ده؟ لا يا حبيبتي جامي. ايه نفخه؟ نفخه يعني تخين ومربرب. يا بنتي ما مامي أصلا رفضته عشان اسمه. لا يا حبيبتي مش عشان خاطر اسمه، عشان بيشتغل جزار. جزار ايه يا ماما؟ ده قعد ساعة جنبها يقول لها أنا بشتغل جزار، أنا بشتغل جزار، في الآخر طلع بيبيع جزر. جامي يو ستوبل. طيب دولا انت معد مروحك دلوقتي، يعني مش عايز اي حاجه مني قبل ما انت تمشي بالسلامه؟ اه كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبه كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبه كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسه علبه ب3 جنيه. ايه ده ايه ده ليه يا دول؟ ما تاكل زينا. ايوه بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجه ان انا بفكر بقى اديها الفرشه بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ايه ده ايه ده ده ليه يعني يا دوله ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 اوعى تقول عليها كده، لا عيب يا رمزي دي بركتنا يا ابني. لا يا دوله بركتنا ايه يا عم؟ لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دوله من الاخر كده هون، ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا دوله ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرقي كده هون على الجاي زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. ها لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره، وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دوله سلام. براحتك يا رمزي براحتك. يا نهار اسود الجاموسة فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من البازار. السلام عليكم، ازيك يا دولة؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دولة في لحمة جاية لي كمان شوية يعني، فأنا عايزك بقى تاخدها كده وأنت تعمل لنا عليها شندوتشين حلوين كده، بس بقول لك إيه مش مراتك اللي تطبخ ها، علشان يعني أكلها وحش قوي. اللحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دوله ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى للمعلم سطور الجزار، وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين، مش فاهم. هو قال لي كده دول، وقال لي كمان تعالى يا رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانية ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولة في ثانية يا دولة، أصل أنت مش فاهم، دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمة، ليه أنا بقى والغلابة كلهم. دار مسنين بتدفع لكم لحمة مش بتدفع فلوس، وأنت وديت الجاموسة عشان يلا أنا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا معلم سطور حبيبي. إزيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي ده نصيبك من اللحمة.
دي بقى الراس، مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا، قتلتها، قتلتها يا مجرم، قتلتها يا مجرم، مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا دبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك، دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور، احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها؟ تحت امرك يا باشا، سلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه، زفت. يالا رمزي. سامحيني ياما، سامحيني ياما، ما كانش قصدي والله. يلا رمزي خلاص، يلا بقى، وبعدين امسك نفسك، يعني ما ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا دولة والله. وهي اتقطعت برضو، ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه حمرها. معلش معلش، ما تزعلش ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا دولة هي قالت ومشيت على طول. دولة اخر كلمه قالتها كده؟ اه دولة حبيبتي. طب دي كان معناها ايه؟ يعني هي قالت لي مع السلامه، كان قلبها حاسس، كان قلبها قلب الام، قلب الام. يلا وكانت صاحيه وبتلعب، يلا مش اشكال. يا رب بقى، ربنا يطرح لنا البركه في راسها بقى. اه ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يالا؟ ده احنا عندنا لحمه كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يالا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسة؟ اه طبعا، ما غبيه زيك اكيد فاكره نفسها فرخ. اخباري بكره الحمد لله كويس. يعني انت ايه، بتسلمي عليا قبلها بيوم ولا ايه؟ سهى قريبتنا بنت طنط بطيئه جايه تزورنا، ولازم تبقى موجود. طنط بطيئه دي ما دام ادتك ميعاد بكره يبقى اكيد هتيجي بعد اسبوع، وبعدين انتوا ستات مع بعض، انا ايه اللي قعدني معاك؟ يا حبيب قلبي، ما هي سهى هتجيب معاها جوزها الاستاذ ابراهيم الخشن، فلازم تقعد معاها. الخشن والبطيئه ده انتوا عيلتكم غريبه جدا، ايه الاسماء العجيبه اللي في العيله دي؟ يا عادل انا ما بهرجش، بتكلم بجد، ولو سمحت ما تكسفنيش معاهم عشان قلت لهم انك هتبقى موجود، وبعدين بقى ما تبقاش تنسى وانت جاي، تبقى تشخشخ جيبك وتجيب لنا حاجه حلوه كده على اساس يعني يبقى شكلنا حلو قدام الناس. لا حاجه حلوه مقدور عليها، انت عارفه يعني احنا بيت الكرم. هجيب حاجه حلوه وابعتها مع رمزي. يا سلام. وانت مش هتقعد مع استاذ خشن؟ ها؟ لا خشن ايه اللي هقعد معاه يا ماما، وانا ناقص خشونه؟ انا هبقى قاعد في البازار، هو لو عايز يقعد معايا رمزي يبقى يجيبه لي. على فكره بقى، انا بدات اتضايق ان انت ما بتتعاملش وما بتتصرفش على انك رجل اسره، انت لازم تبقى موجود. يعني انت دلوقتي تحب تروح تزور حد ويحلق لك؟ بصراحه لا. خلاص يبقى انت ما تحلقش لحد عشان ما يتحلقلكش. ده ايه الحلاق اللي انا قاعد عنده ده؟ ماشي خلاص هتصرف انا، مع ان كان نفسي احلق لحد لان طول عمري بيتحلق لي. ماما اول ما تيجي سوا بنت البطيئه دي على طول نخش على اوضنا. اوضكو اسمها اوضتكو، وبعدين بقى حسيني منافذاتك. احنا ما بنجاملش حد عشان ما فيش حد بيجامل ضيوفنا. يا سلام، ليه بقى يا طنط؟ هو حضرتك ناسيه ان لما جت اخت حضرتك من اسكندريه السنه اللي فاتت قعدت قبلها بيومين اطبخ عشان اشرف حضرتك؟ والحمد لله ان احنا ما كلناش من اكلك، نفدنا باعجوبه، كنا زماننا مرميين في المستشفى. يا حبيبتي انت ما كنتيش بتجاملينا. انت كنت راسمه على انك تصيفي عندها في شقتها اللي في اسكندريه. قصدك ايه يا ست انعام؟ ان انا بنتي مصلحنجتيه؟ لا يا عينيا، انا بنتي ما فيش اهبل منها. لا يا مامي انا مش هبقى. ايوه انا فعلا كنت راسمه على المصيف، وده اذا نم على الشيء فينم على الذكاء الساحلي لتوطيد العلاقات مع الخصم. ماما وزيرة الخارجية بتاعت الساحل الشمالي بتتكلم، انتبهي يا ماما دي بتقول خطبة. ها؟ اسمع كلامي. بس خلاص. بس انتوا بقى. ايه دي سكينة يا ماما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدي يا رانيا، ادي الحلويات اللي انت طلبتيها اهي. ده ايه ده يا عاد؟ دي فيها ايه يا حبيبتي؟ صغيرة قوي. ايوه يا حبيبتي بس فيها كل حاجة. اتفضلي حضرتك، ادي بسبوسة وادي كنافة وادي شوكولاتة، وفي كمان حلاوة الليمون. كل سنة وانتوا طيبين. اهو عايزين ايه تاني؟ سبحان الله، يوضع سره في اصغر خلقه. ازاي كده؟ ازاي بس يا عادل؟ دي هتكفي مين ولا مين ولا مين؟ احنا لوحدينا كده، احنا سبعه وهما اتنين، هتكفينا ازاي؟ لا لا لا، انتوا مالكم؟ انتوا سبعه ولا مش سبعه؟ وانتوا هتاكلوا منها؟ دي بتاعت الضيوف بس. لا يا ماما، ايه
وهم هياكلوا الفتافيت اللي هنا دي؟ يحمدوا ربنا، ده ما بيشوفوش الحاجات دي الا من سنه لسنه. طبعا مش هيشوفوها من كتر ما هم صغننين قد كده. يلا خليهم ياكلوا ويشبعوا ويبروا نفسهم. طب يلا حبيبي يلا، من فضلك لو سمحت خش غير والبس حاجه عدله كده عليها القيمه وبسرعه عشان الناس جايه. ودي ما عليهاش القيمه يعني؟ عموما ماشي هغير. ماشي حاضر اريحكوا. يلا حاضر. بسرعه بقى. شعيول شعيول ماما. ايوه يلا بينا قبل ما تيجي بنت البطيئه نخش اوضنا احسن. يقولوا عين عايزين ناكل علبه الحلويات ولا حاجه. يلا يلا بلديون يا ماما. شبعانين شروحوا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا 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 يا حبيبتي. اتفضلوا يا حبيبتي. ها القعده كده مستريحه ولا تحبي تمددي على السجاده؟ بس ربع ساعه كده واغير الكرسي بتاعي. اوكي حياتي خدي وقتك خالص وانا هظبط لك الستوب واتش. اوكي يا جماعه والله اللي يشوفكم كده ما يقولش ان انتوا بقالكم 9 سنين متجوزين. 9 سنين؟ مش ممكن. تخيلي يا حياتي عدوا عليا هوا، انا بدون مبالغه عدوا عليا كانهم 9 دقايق. معلش يا رانيا الجواز اسمه ونصيب يا حبيبتي. تحبوا تشربوا ايه؟ تشربي ايه يا حياتي؟ شاي؟ لا لا معلش اتس اوفر. اولا الشاي بيحرق الحديد، ثانيا منبه، وانا عايزك على طول هايمه يا حبيبتي. طيب اشرب ايه؟ نقول مثلا برتقان. مش عارفة. طيب ليمون. وندرفول. اوكي يس يبقى 2 ليمون. اه بس استسمحك اعمله انا عشان هي بتحبه من ايدي. حبيبتي انا هغيب عنك شوية مسافة الليموناتة، هتوحشيني. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رانيا إحنا الضحك علينا في جوازاتنا. إيه يا رانيا؟ بس ذوق شقتك يجنن. إيه ده يا هان؟ لبانة ملزوقة في القميص؟ يعني بدل ما كويه أمضغه يعني ولا إيه؟ احترس. إيه احترس؟ إيه منحنى خطر يعني؟ وبعدين يا هانم مش تشوفي شغلك؟ وايه العلبه اللي انت جايباها دي؟ دي ام العلبه اللي انا جايبها يعني جايه تطمن اتاكلت ولا ما اتاكلتش؟ علمك بقى تمن العلبه دي هيتخصم من مصروف البيت. يا عادل فضحتنا يا عادل فضحتنا. نشوفكم يا عادل. الضيوف جم يا عادل. ازيك يا استاذ عادل؟ نعم اهلا قوي. منورين منورين. احلى ليمون لاحلى زوجه في الدنيا واجمل سوها في الدنيا. ميرسي يا حبيبي. اتفضلي حياتي. شكرا. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ عادل صح؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم الخشن ومدامته ومدام سهى. اهلا وسهلا. اتعرفت بمدام حضرتك من شويه كنت لابس اتفضل. اهلا وسهلا. رانيا ما تقومي تجيب الحاجه الحلوه توزعي للضيوف. الضيوف بس ها؟ هو طبعا مبدئيا ميرسي خالص، بس انا شايف ان الحلو مع الليمون مش كويس عشان سهى. يا ليه بتدرس ولا ايه؟ لا بتزود نسبة الدموع في عيونها. نسبة الدموع؟ ما شاء الله. رانيا بقى قلل البصل في الليمون عشان الدموع بتاع الهانم ولا ايه؟ واستاذ خشن حضرتك بتشتغل في مجال ايه غير انك انت جوز الهانم يعني؟ والله انا بعد ما خلصت اداب فرنساوي قابلت سهى. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي ده؟ انت ليه ماما ما شربتيش الليمون؟ فهمت دي غلطتي. لون الشاليمون مش عاجبك، انا موافق انك تعاقبيني. دي حبيبتي خلاص انا هصلح غلطتي. انا معايا هو واحده اصفرة واحده ازرق واحده اخضر، ومعايا الليموني في العربيه. لو حابه ان انا انزل اجيبها دلوقتي حالا هنزل.
اوكي. استاذ خشن، هو حضرتك ابوها؟ والله يا استاذ عادل انا بالنسبه لسوها باباها، مامتها، خالها، عمها، خالتها، صديقها، كل ده في واحد. يا سلام، يعني حضرتك مثلا بالنهار بتبقى باباها وبالليل بتبقى صاحبها اللي بيقابلها من ورا باباها بتاع بالنهار. عادل سيب الرومانسيه تسير في مجراها يا اخي، وانت لا منك ولا كفيت شرك. مش معقوليشن في الليجن يا اخي، احترم مشاعر بتاع الناس. مشاعر؟ انا اصلا شاعر يا حماد، انت بتتكلمي في ايه؟ والله انت بتكتب شعر فعلا يا استاذ عادل؟ بكتب شعر. انا الشعر ده خد مني رقات رقات رقات. طب ما تسمعنا حاجه كده. والله انت عارف، بص انا بتحرج اما حد يقول لي سمعنا وانا اسمعه، بس بسمعهم يعني. اسمع يا سيدي. يا مصر نيلك، اهلك، خلانك، عمامك، عماتك، يا مصر في حبك بحبك يا مصر. دي قصيدة يعني في حب مصر، طبعا زي ما انت ملاحظ قصيدة اجتماعية سياسية فنية رومانسية. انا شايف ان الناس فاهمة الحب غلط وبتعبر عنه غلط. بتعبر عنه غلط؟ تقصد ايه حضرتك؟ اقصد ان ندي العيش لخبازه. طب ما انا خبازه، وبعدين هو في عيش اليومين دول، عيش ايه اللي نديه لخبازه؟ ده عشان نديه لخبازه لازم نقف طابور 4 ساعات. يقصد يقول انه من الظريف قطعا ان الراجل يتوجس على مراته بالحذر والرومانسيه على مشاعرها. وبعدين مش طول النهاراتوس كده شخطه وزفتاتوس من اللي انت بتعمله ده. انا بعمل زفتاتوس؟ ده انا ما اعرفش اقولها، اعملها ازاي؟ حبيبتي تحبي نقوم دلوقتي نسهر في اي حته؟ يا ريت، بس فين؟ على النيل مثلا. كنا هناك امبارح. طيب كازينو كبر الغرام. كبر الغرام؟ ايه شعره بيض يعني ولا ايه؟ كنا هناك اول امبارح. طب تيجي نرقص سلو وتانجو؟ كنا بنرقص هناك اول امبارح. بس لقيتها. ايه؟ احنا نروح اسكندريه ناكل سمك ونشرب مانجا. يس، فكره تجنن، الرومانسيه موت. ايه العالم الصايع دي؟ بقول لك ايه، ابعدي عنهم عشان ما تتمسكيش. طب يا جماعه احنا نستأذنكم بقى انا وسهى عشان نلحق شروق الشمس على البحر. خلي بالك لازم تاخد معاك سندوتشات عشان البحر بيجوع يعني. لا ده احنا هناخد لانش ونطير. طب ما تاخدوا طياره وتنزلوا بيها في الميه. مش هتنسي خالص. يلا باي. يلا حبيبي عنك الشنطه عشان تقيله. يلا نورتونا وافهمتونا ولستونا. ما تجروش على السلم عشان متزحلقوش. العالم التافهة دي. انت ما بتحبنيش، ما بتحبنيش. ايه ده؟ مين اللي قال؟ قصدي ايه ده يعني، ازاي تقولي كده؟ لو كنت بتحبني كنت بقيت ربع الخشن. ربع الخشن اللي هي الصنفرة الناعمة؟ ايه الخشن ده؟ الخشن؟ الخشن هو ده الراجل الرومانسي الحقيقي اللي اي بنت في الدنيا تتمنى يبقى فتى احلامها. طيب اديك قلت بنفسك اهو، فتى احلامها مش فتى واقعها. انا الواقع يا ماما. تقصد عينيا؟ انت بتسخر مني ومن رومانسيتي الملتهبه؟ لا بصي، ما دام رومانسيتك ملتهبه لازم بقى ايه تعملي لها مرهم او معجون سنان عشان ما تفقفقش. انا زهقت وتهقت وطقيت، انا مش حاسه بقرصتي معاك ولا ان انا فتاه. دي سهى المعفنه اللي كانت بتعتبرني مثالها الاعلى، دلوقتي خلاص بقيت مثالها الادنى، خلاص بقيت بالنسبه لها غير ذات حيثيه. حيثيه؟ طب حيث كده ايه اللي مطلوب مني اعمله يعني؟ لازم تعرف انك مقصر وتحاول تعدل كفه الميزان. بص يا رانيا يا حبيبتي، يعني اكيد طبعا ان انا بحبك، بس مش معقوله يعني كل شويه هقعد اقول لك بحبك كل شويه. خلاص على الاقل تقولها مره كل يوم. ماشي، بحبك بحبك بحبك، ادي عندك 3 يكفوكي 3 ايام، ما تجيش بكره تقولي بقى ما خدتش بحبك بتاعت النهارده. على فكره بقى انا قلت لك على مشكلتي، ولو اهملتها هحملك المسؤوليه كامله يا عادل، علشان انا ممكن يحصل لي تصدع نصفي ويجي لي حاله اكتئاب وياس. تصدع نصفي؟ خلي بالك العلاج بتاع التصدع النصفي ده بسيط قوي، اسبرينا يعني، تاخدي اسبرينا وما دام نصفي خدي النص اسبرينا ونامي ناحيه التصدع لغايه ما يحصل تشقق وتقومي متفرتكه. عادل اطلع بره، اطلع نام بره على الكنبه يا عادل، اطلع نام بره يا عادل. دولا الشاي بتاعك اهو. دولا
دولة، هو الكتيب ده بيحكي عن ايه؟ ده رجل المستحيل ده؟ انت ده رجل المستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغاية دلوقتي. طيب يا دولة يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا اتكعبلت فيه. يا دولة يا دولة، ما قلتليش الكتاب ده بيرغف ايه يا دولة؟ ما تمدش ايدك على الكتاب، ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغف الرومانسية. طب وده اسمه كلام يا دولة؟ طب ما تتعلم يا عم حاجة تانية تنفعك أحسن يا دولة، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. أنت عايزنا نتعلم أي حاجة تتركب، يعني عايز تشغل أنت قرايبك وخلاص. أيوه يا دولة، بص افهمني، خد من أبو الرماميز يا عم. الرومانسية دي يا دولة في الراس مش في الكراس، يعني ما يعني مثلا عندك عنطزة بن شمام. مين؟ عنطزة بن شمام. عنطزة بن شمام؟ لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه دولة، ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلف عقل العبلة. العبلة عنطزة بن شمام؟ انا قاعد بتكلم معاك ليه؟ بس يا رمزي، بس يا رمزي اسكت لو سمحت. يا دولة ما انت مش فاهمني يا دولة بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحية ديا؟ الرومانسية يا سيدي، نمت على الكنبة، لازم اتعلم الرومانسية وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دولة، انت قلد الافلام الغرمانية يا عم، يعني مثلا عندك فيلم الوسادة البالية. الوسادة الايه؟ البالية. انا افتكرتك قلتها غلط، ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم، بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابن الوسادة البالية وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب ايه، انت على طول الحب بالنسبة لك كسل ونوم. بس يا رمزي، بس يا رمزي، انا عارف كويس قوي انا هعمل ايه. يجب أن تفاجئ الطرف الآخر بمشاعر غير اعتيادية تعبر عن ارتباطك الشديد به واستحالة الحياة بدونه. أي كلام، أي كلام. أفاجئ الطرف الآخر إيه؟ يعني أعمل لها إيه؟ أفاجئها إزاي؟ أفاجئها؟ ماشي، لو هي دي الرومانسية أفاجئها. بقى ان الرومانسية هبل. عيد يا ماما، انا ما اقولك حاجة، اسمع كلامي اتفضلي. خلينا عادي، روحي اقعدي. فضحتنا ولا فضيحة ولا حاجة، انت اتخضيتي اوفر اصلا. اقعدي اقعدي اقعدي. ايه رأيك بقى في المكان الرومانسي الجميل ده؟ رومانسي؟ رومانسي؟ طب خليهم يوتر مزيك شوية. خليهم يوتر مزيك. خدي بقى، خدي الوردة دي تعبيرا مني عن رومانسيتي لديك. دي نخلة يا ابني، وبعدين دي صناعي، خليها لك. صناعي؟ من فضلك سيب الوردة في حالها وما تجيش جنبها. ليه حضرتك؟ دي وردة صناعي، هتدبل يعني. طب يا ريت حضرتك الحساب. حساب؟ احنا لسه ما طلبناش حاجة اصلا. حسابي احاسب على حاجة لسه ما طلبتهاش؟ خلاص اهدى يا عادل بالراحة، من فضلك ما تفتحناش لو سمحت، احنا مش هنبدأ الخناق. حاضر، عشان رومانسية. حاضر. انا هطلب 2 ليمون، كام الحساب لو سمحت؟ 150 جنيه بس. ايه 150 جنيه عشان 2 ليمون؟ انتوا بتستهبلوا؟ ايه ده خلاص يا عادل، خلاص بقى. هو كيلو الليمون بكام اصعب؟ انتوا حراميه حراميه. المكان ده لمستوى معين من الناس، واحنا واضعين نظام هنا لازم تتبعه، يعني في منا متشارج 75 جنيه، واحنا حاطين النظام ده عشان امثالك ما يدخلهوش. عشان امثالي؟ سامع الكلام؟ لا لا لا، ده انت بقى مش هيسكت لكم بقى. اوعي 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 اوعي، ما تخليش اضربك، اوعي ايدي. اضربها، هتعمل ايه يعني؟ ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه اللي هعمل ايه؟ هتتضرب يعني؟ هتتضرب. ولا تعرف تعمل حاجة. ولا هعرف. طب انا بقى هفرجك شغلك. شغل ايه يا عم؟ وبعدين مش عيب عليك تبقى جايب الحته بتاعتك ومقعدها وعايش في الدور وانت منفض؟ اخس اخس عليك اخس. الحته بتاعتي ايه يا حيوان؟ دي مراتي. مراتك؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. لا لا لا، ده انت سافل بقى وقليل الادب. انت بتعمل يا ابني؟ انا هروح انت يا وعند انا عندي. ماشي يا مهندس، انا مش هرد عليك، مش هتضرب. يا رانيا، 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 انا حبسته. رانيا رانيا، خلاص تعالي نكمل يا رانيا. لا كده كفايه، انا خلاص جبت اخري. اخرك ده اللي هو ايه، امبابه ولا نازل رمسيس؟ بص يا سناء، الساعه كام؟ مش وقت لطافه خالص يا عادل، دلعها شويه يا اخي. هو الواحده بتاخد ايه من جوزها غير شويه الدلع؟ وبعدين هي بتعمل كده ليه؟ عشان بتحبك وعايزاك انك تحبها زي ما هي بتحبك. ما انا كمان بحبها، بس اعمل ايه؟ من كتر ما عبرت لها عن حبي ده مرمطتني مرمطتني مرمطتني. ما تتحججش، اديك شفت الخشن عمل ايه مع مراته السهى.
ده راجل اهبل، وبعدين لعلمك بقى بيضحك عليها، واللي بيعمله ده شغل مراهقين يا هانم. مراهقين يا هانم، هو ده الحب الحقيقي يا استاذ. دول بقالهم 9 سنين متجوزين ولسه بيعبر لها عن مشاعره وعن احاسيسه الجياشه. يا سلام، بيعبر لها ايه ومشاعره ايه؟ ما انا عندي مشاعر، حتى لو انا عصبي بس بعبر عن مشاعري، وهو ده تعبير عن مشاعرك. عجبك عجبك، مش عجبك انت حره. مش عجبني اقعد، مش عجبني. الغشاش الكذاب المنافق المزيف. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طلع زير نساء. تخيلوا قفشته مع واحده، وفين؟ في المكان اللي اتقابلنا فيه انا وهو اول مره. طب وبعدين عمل ايه؟ طلعني. طلعني، طلع مش رومانسي. تخيلوا مش رومانسي، وقال ايه؟ بعد 9 سنين جواز. بس اديكي برضه استفدت يعني من الجوازه، بخرجتين ثلاثه على وجبتين سمك على سلطه الطحينه. مش عايزه واحد رومانسي. اي هيت هيم. خلاص خلاص، انا عايزه واحد اناني يبهدلني ويضربني ويهملني. اهم حاجه ما يطلقنيش. انا بقيت مطلقه يا رانيا، بقيت مطلقه. اريد حلا. تعالي يا حبيبتي، تعالي في الفسحايه دي جنبنا، تعالي مع وفد المطلقات، تعالي تعالي. عيطي لي يا ماما. الله بيت. مين؟ رانيا؟ نعم يا حبيبي. حبيبي انا ممكن دلوقتي بمنتهى البساطه اقول لك اتفضلي نامي بره على الكنبه. حقك يا حبيبي والله. انا عارف ان حقي، بس انا هرقف بحالك، لان انا جربت النومه بتاعت الكنبه وقفايا ورم، يعني ممكن اخليكي تنامي هنا معايا في الاوضه. ميرسي قوي يا حبيبي، ربنا يخليك لي يا رب كريم. لا 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 لا، انت فاهمه غلط، معايا في الاوضه بس مش على السرير، على الارض يا هانم. اتفضلي اتفضلي، مجهز لك حاجتك وادي البطانيه. اتفضلي اتفضلي، مش عايزه رومانسيه، اتفرجي على الرومانسيه يا هان. هي دي الرومانسيه بقى على اصولها. يا عم خلاص يا عم خلاص. خلاص يا عم، رومانسيه رومانسيه، عايزه رومانسيه رومانسيه. طب ما انا ممكن اقول لك يا قلب الليل، يا غرام الافاعي، يا من كنت حبيبتي ذات ليله. ايه؟ خلاص خلاص يا اخي خلاص، زهقتني من الرومانسيه، كرهتني في الرومانسيه، هيغمى عليا من الرومانسيه، كرهتها. بص يا رانيا، في حاجات بيبقى شكلها حلو قوي من بره بس بتبقى كلها كدب، وفي حاجات شكلها ما بيبقاش قوي بس بيبقى اصلها صدق. انا مش قلنا خلاص؟ قلنا خلاص ولا قلناش خلاص؟ قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. نامي نامي على الارض، نامي، جربي الرومانسيه. انت كمان هتقولي لي وصوابع وبتاع، ماشي نامي اتفضلي. يلا اصبع على خير، هي رومانسيه اهو، عشان ما تقوليش حرمك من حاجه يا هانم. ممكن انسى الرومانسيه واقلب اكشن ومرماطي.